السياسة المتبعة المستوى الوطني للإجابة على مشكلة تعاطي المخدرات. أشير على أن مشكل المخدرات حالياً أصبح بشكل أكبر يصيب. بالنسبة للسياسة المتبعة حالياً تجدر الإشارة على أن المغرب من بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي بادر واحد سنوات تفوق دابا حاليا 15 سنة من أجل سن سياسة وطنية تجيب على مشكلة تعاطي المخدرات من حيث الوقاية والتكفل. على أن المغرب حاليا متوفر على عدة مراكز أدكتولوجي لعلاج الإدمان على المستوى الوطني بشراكة مع وزارة الصحة مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمجتمع المدني. أن أي امرأة تستهلك المخدرات وأبدت عن رغبتها في العلاج يتم برمجتها وإدراجها في العلاج بشكل أوتوماتيكي، بمعنى هي لا تخضع للوائح الانتظار، ولكن باقي الخدمات الأخرى هناك نقص. وأشير بالدرجة الأولى إلى الأمهات النساء مستخدمات المخدرات، الأمهات، بمعنى نلاحظ على أن أغلب المراكز على المستوى الوطني لا تستجيب لوضعية الأم الحامل أو الأم المسؤولة عن الأطفال، بحيث ليست هناك مرافق مخصصة لاستقبال الأم وأطفالها، الشيء اللي كيجعل المرأة على أنها لا تقبل على هذه المراكز ولا تستفيد بشكل كافي كما الرجل من الخدمات المتوفرة، علما هي أكثر حاجة إليها منه، كمثل الاستحمام، كذلك النظافة، الأكل، الرعاية الصحية، الأنشطة التربوية، الأنشطة ديال التوعية والتحسيس، بحيث أنك نلاحظ أن هي دائما مرهونة بالأطفال ديالها اللي خصها تبقى كتحضيهم، وحنا ما عندنا مراكز لا تستجيب لهذه الخصوصية. نهضر على النسبة ديال النساء، خصني نستخرجها من النسبة العامة ديال المستخدمين ومستخدمات المخدرات على المستوى إن لم أقول محليا طنجة، على الأقل على المستوى الجهوي. حصننا بوحدته في مدينة طنجة تستقبل ما يقارب 2000 مستخدم للمخدرات سنويا في سجل البيانات مسجل عندنا، ونفس العدد موجود على مستوى مدينة سطوان والشاون والحسيمة والناظور. هذا العدد خاص بمدينة طنجة وأصيلة، يعني 2000 شخص اللي احنا كنخدموا معاهم كاين على مستوى أصيلة قصر الكبير العرايش وكاين على مستوى مدينة طنجة. كلنا نعرف على أن أهم شرط في العلاج هو الدعم الأسري والاحتضان ديال المجتمع، وأننا نتقبل الشخص وأننا نعطيه فرصة ثانية. هذا الشيء كامل بالنسبة للرجل ممكن جدا، أغلب الرجال الذين يقررون بدء برامج العلاج يلقون التشجيع من عند الجيران، من عند العائلة، من عند الأصدقاء، إلا النساء لا تعطى لهن الفرصة الثانية، يتم نبذهن من الطرف الأسرة رغم أنهن في برنامج العلاج، يتعرضن للاستغلال من طرف الجميع، الاستغلال الجنسي والعنف بحكم تاريخهن في الإدمان وممارسة الجنس بالمقابل، وبالتالي حتى بالنسبة للنساء التي تتوفر لديهن الإرادة يستطيعن إيجاد شغل دائما يتم التحرش بهن بحكم أنهن كنا مستخدمات المخدرات. دونك الوصم يقتل النساء مستخدمات المخدرات ويقضي على كل أمل في الخروج من الإدمان ومن وضعية الإقصاء. أكيد هي نسبة كاينة، غير هي كتبقى ضعيفة. دونك كاين واحد المجموعه من النساء اللي نجحوا على انهم يسطروا مسار جديد ويطوروا مشروع حياه جديده، ومجموعه ديال النساء اللي هما كيشتغلوا حاليا اللي هما غالبا النساء اللي ما عندهمش مشاكل كثيره مع العائله واللي عندهم واحد سند، زعما واحد دعم نفسي لراسهم، يعني عندهم ما عندهمش مشاكل نفسيه وما تعرضوش لواحد المجموعه ديال التعنيف في الطفوله ديالهم الى اخره، بمعنى بقات عندهم ديك القدره على المواجهه رغم كل شيء، ونجح على انهم يديروا تكوين مهني اللي كتوفروا الجمعيه اما في داخل المقرات ديالها او بالتعاقد مع مجموعه من مراكز التكوين. وكاينه واحد المجموعه ديال النساء اللي كيشتغلوا داخل الجمعيه حاليا اللي هما مندمجين وسط فريق العمل داخل الجمعيه، كيوصل العدد اللي هو معروف ما يقارب 150 مرأة اللي هي مسجله عندنا، فيهم 106 برنامج ديال العلاج، هما اللي قدروا يوصلون للعلاج، حيت اللي موجودين في مدينة القصر الكبير ولا في مدينة أصيلة رغم أننا حنا فاتحين لهم الباب باش يتعالجوا، المسألة ديال التنقل لا تسمح باش أنهم يدخلوا في برامج العلاج اللي كيشترط الإقامة في عين المكان، حيت خصها يوميا تاخذ الجرعة ديالي لمدة لا تقل عن 6 أشهر. دابا نقول لك المراكز كاينه 4 في طنجة، إذا جا شي واحد عنده المشكل الكوكايين ما غاديش يجبر العلاج، ما يتقبلوا ما يقبلوا حتى واحد، ما غيدخلوا حتى واحد،
دونك اي واحد كيتعالج راه كيتعالج من ماده الهيروين. والمشكل اللي مطروح هو ان الناس اللي عندهم مشكل الهيروين هما في نفس الوقت كيستهلكوا مواد اخرى، بمعنى البرنامج العلاج ماشي مكمل. هذا اللي نقدر نقول لك تحت مسؤولياتي وعارفه اش كنقول، ولكن باش انسان زعما يتطرد من برنامج العلاج ولا يتم التخلي عنه راه ما كاينش. التدخل ديالنا موجه للاشخاص مستخدمي المخدرات، اذا العائلات مستخدم المخدرات اللي حنا كنتعاملوا معها احتاجت الدعم كنستقبلوها وكنديروا معها الخدمه على المدى البعيد، بمعنى بالوساطه العائليه، وكنتابعوا معها الحاله ديال البنه ولا بنتها بشكل مكثف عبر الزيارات المنزليه والاستدعاء ديالها الى المقرات. ولكن ما كنتعاملوش مع اي مثلا عموم الشباب اللي عندهم المشكل ديال تعاطي المخدرات والعائلات ديالهم. كنخدموا مع المؤسسه التعليميه، مع الاطر التربويه، نعم، حيت عندنا برنامج ديال الوقايه الاوليه داخل المؤسسات التعليميه، وكنديروا تكوينات للاساتذه من اجل التعامل مع الاشخاص اللي عندهم البوادر ديال استهلاك المخدر. اغلبيه الناس اللي كنهضروا عليهم حاليا هما ناس استهلكوا المخدرات في سن جد مبكره، كانوا اطفال، ما تحرموا من الحنان، تحرموا من الحب الاسري، وتحرموا من الحمايه ديال المؤسسات التنشئه الاجتماعيه. الدور ديالنا دابا حاليا اننا نوقفوا معهم وندعموهم بكلمه حق فقط. وشكرا جزيلا على الاهتمام ديالكم بالموضوع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.